السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على نبينا الكريم. اليوم إن شاء الله حبيت ندير فيديو إضافي تابع للفيديو السابق اللي خاص بدولة أو مملكة طنجة. طبعا أنا في بعض المتابعين لهذه القناة شاهدوا هذا الفيديو وطلبوا مني بعض التوضيحات. السؤال الأول كان: هل دولة مملكة طنجة بدون فيزا؟ نعم، بدون فيزا، والفيزا تكون عند الوصول. ولما تصل إلى مطار طنجة يجب أن يكون لديك حجز فندقي مؤكد ومبلغ من المال من 1500 إلى 2000 دولار كاش، لأن الدولة جديدة أي خام ليس لديها أو لا تعمل بطريقة ATM أو ماستر كارد أو فيزا كارد. المبلغ يجب أن يكون كاش أي نقدي. اثنين، سألوا كذلك على الزواج. الزواج لما تتزوج من مواطنة من هذه الدولة تحصل على الجنسية خلال سنة كاملة. يجب أن تقيم في طنجة بدون أن تغادرها وتحصل عليها، هذه الطريقة الأسرع. اثنين، سؤال ثاني: هل الدولة آمنة؟ الدولة آمنة وشعبها طيب، وشعب بسيط جدا، أن الجزيرة صغيرة وفيها جزر كثير كما ذكرنا سابقا. أما العمل، الدولة كما ذكرنا أنها خام في طور الإنشاء ولا يتوفر بها عمل، فقط هم في الزراعة أو في صيد الأسماك. فأنت يعني للأشخاص الذي لديهم حرف، هذه هي فرصتكم. لكل حرفيين، نجار، حداد، سباك، يعني صباغ، كل الحرف و المهن كدكتور أسنان، طبيب أطفال، مهندس وغيره. والإيجارات هناك دولة في نفس الوقت هي دولة رخيصة وتحتاج إلى الأجانب ليستثمروا فيها. ممكن بالنسبة للحرفيين أن يفتح محل صغير كبداية، حتى بعدها يعني ممكن هذا يعتبر مستثمر يحصل على الجنسية الطنجية خلال سنة. وفي حالة اشتغلت عند الغير أي المواطنين سوف تكون بعد 5 سنوات. وهذه الدولة المملكة طنجة جواز سفرها ممتاز كثير وقوي، يدخلك إلى 120 دولة، منها الاتحاد الأوروبي بدون فيزا، والمملكة المتحدة البريطانية، ونيوزيلندا، وأستراليا، وأمريكا، يعني لكل العالم، لأن هذه المملكة كانت تابعة للتاج البريطاني، يعني اتفاقية تابعين للكومنولث. هذه هي كل الأسئلة اللي سألوها لي، وكذلك سألوا من ناحية السكن. الدولة رخيصة جدا، بإمكانكم العيش وإنشاء أي مشروع، فتوكلوا على الله والله يوفق الجميع. هذه هي الإضافات اللي حبيت نوضحها لكم، وإن شاء الله توفقوا فيها. ولا تنسوني باللايك والاشتراك، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.